السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله في سيده كوزين راح نديرو خبزات بالفرماج. الخبزات هذو صلحوا بزاف الفطور تاع الصباح ولا القهوه العصر. نحتاجوا لهذه الخبزات هذو نص كاس حليب، نص كاس زيت، كاس لبن. اللبن تقدر تبدليه بياورت ناتور او الياورت الطبيعي. نحتاجوا زوج بيضات بنفس الكاس، نقيسو زوج كيسان فرينة، ونحتاجو دو باكي تاع خميرة الحلوى 16 غرام. نحتاجو 100 غرام فرماج، الفرماج أي نوع تحبيه. نحتاجو شوية ملح، راح ندير هذا المقدار مغرف صغيرة خاطر الفرماج بعدا وملح. الكاس مش شرط ديري بهذا المقدار، تقدري ديري أي كاس كبير ولا صغير. نحتاجو مقلة وزيت. نبدأ بسم الله. أول حاجة نديروها نكسروا البيض. كسروا البيض ونخلطوه مع مقدار الحليب. نص كاس حليب. نزيدو كاس لبن ولا تبدليه بياورت ناتور، ياورت الطبيعي الزبادي. نص كاس زيت. كمية الفرماج خلطوا مليح باش الفرماج هذا كيتخلط مليح مع البيض. نديرو كمية الملح. وفي الاخر نديرو كمية الفارينة، الفارينة دائما تكون مغربلة. نديرو بشوي ونخلطو وما نساوش الخميرة. في هذا الوقت اللي نخدم فيه راحنا نشعل المقلة لا تسخن. كي تسخن المقلة تاعي مليح نقصلها النار، نديها نار متوسطة. هاد الخبزات هادو نخدموهم نطيبوهم ديريكتومون، ما نخليهمش لا يتخمروا ولا يرتاحوا. هاكا تكون لاباط تاعنا. كي تسخن المقلة تاعي ندهنها بشوية زيت، مقدار تاع مغرفة كاك ولا مغصوش كيما تقدري ديري الزبدة. نبدا نطيب الخبزات تاعي. هكا بالمغرف كيما تقدر ديها خبزة كبيرة وتقصيها في الاخر كذا. هاد الخبزات هادو يجيو هايلين، سورتو لي يحبوا الغرايف ولا يحبوا السفنج، هذا يجي من هذاك النوع. الخبزات هادو يجيو من هذاك النوع مع لوغو تاع الفرماج، يجيو روعة. أنا مرة كندهني بالزيت، منديروش بزاف زيت، معناش راح نقليوهم جوست يطيبو هكا. خبزات بالفرماج هي الغسالة تاعنا تاع اليوم. خبزات هايلين، نقصلك تشوفي.
الناس كيما قلت لك تحب الغرايف تحب السفنج، هذا راح يعجبهم بزاف، نصحكم تجربوه. وما بقى غير نقولكم تاكلوه بالصحة والهنا.